السلام عليكم أخوتي أخواتاتي، عائلة قناة نور جنات للعقار. إخواني، كيف عودتكم؟ دائما الجديد، ودائما الجديد فيما يخص العقار من مدينة مراكش. إخواني، في هذا الفيديو غادي نوريكم إقامة جنان التيسير اللي كاينة بتارقة، يعني تقريبا ما بين تارقة والعزوزية. دابا تنصور لكم الشقة النموذجية ديال هاد الإقامة، اللي فيها جوج الغرف وصالون وحمام ومطبخ فيه الباركو. كيف تشوفوا، هذا هو الصالون، تقريبا المساحة ديال الشقق تتكون ما بين 50 ويعني وتقريبا 65 64 حتى 70. بالنسبة للثمن، فالثمن 25 مليون. بالنسبة للشطر الأول والشطر الثاني، تقريبا أغلبية الشقق تباعوا فيه، يعني دابا خدامين هما في الشطر الثالث، اللي غادي ندير لك في الآخر ديال الفيديو الموقع ديال الشطر الثالث والأشغال في وسط فيه الأشغال، يعني راه تقريبا الأشغال تقريبا غاديين فيه يعني بحد الوتيرة سريعة. كيف تشوفوا، بالنسبة حقيقة لابارتمون فيها رائعة، لا بالنسبة للأرضية إلا بالنسبة يعني بالنسبة للسقف، بالنسبة الحيط، يعني داكشي يعني رائع. وكيف ما تنقول لكم دائما، فبالنسبه للسكن الاقتصادي راه ما عمرك غتصيبو متكامل، دائما غتصيب فيه نواقص، يعني ضروري خاصك تعاود تصلح تاني، تزيد اصلاحات على حسب داكشي الذوق اللي بغيتي انت، يعني راه هادي كون متاكد. بالنسبه للبلاكارات راه ما كاينينش، يعني البلاكارات يعني كاين غير بلاصتهم، يعني انت تركبهم، ما داخلينش في يعني في يعني في الشقه اللي تتاخد. لاحظوا، فحقيقة بالنسبة للشقة فهي رائعة، وخا ما يعني ما كاينش ديك المساحة بزاف كبيرة، ولكن يعني قد الحال، يعني بنادم اللي عنده مثلا وليد ولا جوليدات يعني راه كافية، يعني هو مرتو جوليدات راه كافية. بالنسبة كتشوفوا هنا جوج بلايص ديال الجوليدات، ده هو يعني غرفة النوم ديال الأطفال، حتى هي عندها بلاصة البلاكار، ولكن البلاكار ما كاينش، يعني كاين غير البلاصة ديالو. لاحظوا، هتنحاول نصور لكم حتى الديكورات وداكشي، يعني في حالتي واحد اللي بياخد نفس الشقة من عندهم بيديرها نفس يعني نفس الاتات ونفس الديكورات، ممكن انه يديرهم، يعني راك تشوف الناس بهاد الديكورات اللي دايرين، فهم رائعين وتعطي واحد الجمالية بالنسبة للغرفة، يعني تيقولك سيت اختي كان با يعني ديسبونيبل، يعني ما كاينش في يعني في الشقة اللي غادي تاخد. هناك تشوفوا بالنسبة للحمام، تشوفوا العود، بالنسبة للعود فهو رائع، يعني كاليتي ممتازة. يعني تنحاول ندير لكم جميع التفاصيل، لان مجموعة ديال المتابعين تيقول لك عطينا جميع التفاصيل في الشقة، يعني تيبغيو يشوفوا الشقق كانهم هما اللي حضروا بنفوسهم، سيرتو الناس اللي على برا تيبغيو ياخذوا شقق اقتصاديه في المغرب، تيقول لك صور لنا الشقه مزيان وعطينا جميع التفاصيل. هناك تشوفوا البلاصه اللي تتفين تكون لا تيليفزيون. هنا غادي نمشيو ل تشوفوا هنا بالنسبه للكولوار، هنايا يعني بحال يعني صغير وما كبيرش بزاف. هنايا اكتشفوا هنايا كاين الحمام الاخر، يعني كاين هذه فيها جوج ديال الحمامات، يعني تدير واحد للضيافين وواحد خاص، يعني مزيانة هذه القضية. هناك تشوفوا لا كويزين، نسال البلاكار ديالها، البلاكارات عندها غير تحت ما عندهاش فوق البلاكارات، يعني باش تكون في علم المتابعين ان البلاكارات ما عندناش فوق، عندها غير تحت، البلاكارات ديرهم فوق غادي تخدم، ممكن تصايبهم ديرهم من راسك. عاود يعني بالنسبة للزليج ديال الحيط كيداير لابافو، كاين الباركو الخاص ديال لا كويزين. معلومة إخواني، بالنسبة لهاد الإقامة ديال جنان تيسير، فعندهم بقاع أرضية سكنية ويعني وتجارية وشبه تجارية،
اللي بغى ياخذ من عندهم. ما عليك الا اتصل بمكتب البيع، مكتب البيع غادي تصيبوا، ندير لكم في الاخر ديال الفيديو اللي بيتواصل مكتب البيع ويسول على اي حاجه تتخص بالنسبه للبقع. هناك تشوفوا بالنسبه لهذا الشطر فتقريبا تباع، يعني هذا هو الشطر الاول يعني تقريبا تباع. هناك تشوفوا لي ماغازا كذلك، كاين لي ماغازا تتباعوا. بالنسبه للامارات راه تتكونوا من بعض ديال الطوابق بالاضافه الى الارضي. وكتشوفوا بالنسبه لهنايا يعني كاين مجموعه ديال لي ماغازا. بالنسبه لهاد الشاطئ تقريبا جميع الشقق تقريبا تباعوا فيه. لاحظوا كتشوفوا يعني تنحاول ندير لكم حتى البلاصه فين كاينه بالضبط. لاحظوا ده شارع رئيسي هنايا يعني، وكاين كاين الشارع الاخر يعني اللي تيدي للعزوزيه. يعني الا مشيتي من هنا يعني الاخ ديال الشارع الا درتي على اليمين غتخرج للعزوزيه، الا درتي على اليسار غتمشي في الطريق ديال تارقه الا كنتي غتمشي للمدينه. هناك مكتب البيع، مكتب البيع راه كاين في اللور ديال اقامه نور سكن. يعني عطيتكم هاد باش تشوفوا الموقع اكزاكتومون ديال الاقامه. دابا غادي تشوفوا دابا شويه تشوفوا الشطر الثالث، تشوفوا الاشغال في وسط به. بالنسبه لهذا الاقامه اللي جات قريبه منها المحطه الطرقيه الجديده ديال مراكش، وكذلك قريب منها المصحات، قريب منها المساجد، المدارس. يعني حقيقه بالنسبه للموقع فهو موقع استراتيجي. لاحظوا كتشوفوا هنا يعني راه الشطر هذا راه خدامين فيه، يعني تقريبا في الاخر ديال العام غادي يكون موجود. يعني اللي بغى يريزيرفي شي شقه من عليه يريزيرفيها من دابا. كذلك بالنسبه لهذه البلاصه فهي قريبه من الحي الصناعي وقريبه من السوق ديال الجمله ديال الخضار. يعني كتشوفوا الاشغال خدامين فيه، يعني راه تقريبا كيف قالوا لي في مكتب البيع يعني الاخر ديال العام غادي يكون داكشي يعني غادي يكون موجود. بالنسبه هنايا كاين شقق اللي كاين يعني في السفلي، وكاين شقق اللي كاين في كاين بروميتاج ودوزيام ايطاج. يعني باقيين بزاف ديال الشقق ديسبونيبل كاين في يعني في الطوابق كاملين. هنا الى درنا على اليمين غادي، الى درنا على اليمين غادي نمشيو للعزوزيه، الى درنا على اليسار غادي نمشيو في الطريق ديال تارقه. دابا نمشيو اتجاه ماكدونالد ونمشيو اتجاه يعني جامع الفناء. اخواني نتمنى من العريق قدر انكم يعني تكونوا استفدتم من الفيديو، والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.